بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وصباحاتكم ولحظاتكم وأوقاتكم بكل الخير، وإلى برنامج قهوة الصباح أكيد في إطلالة صباحية متجددة في أيضا يوم نتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون حافل أيضا بالعطاء والإنجاز والنجاح لهذا الوطن الغالي في مختلف المجالات. صباح الخير للجميع، لكل من يشاهدنا من داخل السلطنة أو خارجها عبر الشاشة أو عبر الأثير عبر التردد 106.5. صباح الخير لهؤلاء المجدين المجتهدين من طاقم العمل ولضيوف الأكارم ولحوراء. صباحات الخير. صباحك جميل يا سيف، أهلا وسهلا، وصباحكم مشرق بالخير والسعادة مشاهدينا الأحبة في هذا الصباح الجميل كجمال قلوبكم أيضا الطيبة والأنيقة. نرحب بكم من جديد في هذه التغطية المباشرة من قهوة الصباح لنسلط الضوء مثل ما تعودنا على مختلف الأنشطة والمحطات وأيضا الفعاليات التي تقام على أرض العظيمة عمان. نتمنى بإذن الله أن تقضوا برفقتنا أوقات سعيدة وماتعة من خلال كل المحطات اللي راح نقدمها لكم في هذا الصباح. هذه كل المنى مشاهدينا الكرام، شايفة كيف يعني محطات خفيفة اليوم صح؟ نعم، يعني ما دسمة بشكل كبير، فتحية حقيقة لطاقم إعداد هذه الحلقة نوجه لهم كل التحية والتقدير، وعلى الشاشة أبرز هذه المحطات. أولى محطتنا مشاهدينا راح نتحدث عن الهندسة من منظور آخر. في فقرة الصحافة دائما نستعرض لكم أبرز العناوين والأخبار الصادرة في جريدتي عمان والوطن. وأيضا راح نتحدث في الفقرة القانونية مع زميلتنا كوثر عن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إثراء السياحة الداخلية إحدى المحطات التي ستكون حاضرة بمشيئة الله تعالى من خلال حلقة اليوم. حلو، وأن بكرة وبعد بكرة إجازة، فجميل نتحدث عن هذا الموضوع. وأيضا محطتنا الأخيرة راح نتحدث عن موهبة الرسم بالرصاص وألوان الرش. أعتقد من اليوم أو من بكرة أو حتى بعد بكرة إن شاء الله تعالى واللي بعد واللي بعده إلى يوم السبت راح نشوف صور فيديوهات جميلة ورائعة في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. أي صحيح، يعني اليوم بما أننا راح نتكلم عن إثراء السياحة الداخلية، مثل ما نعرف أن السلطنة تتميز بالكثير من المعالم السياحية والتاريخية والتراثية أيضا، فاليوم نحن إن شاء الله راح نساعد المشاهد الكريم اللي يتابعنا أنه يختار موقع سياحي جميل ويزوره إن شاء الله في الإجازة. أنت ذكرت يعني أنا حاب أنه فكرة أنه التوثيق الجميل حقيقة، أن الواحد يروح لمكان سياحي ويظهر بأحلى طلة وأجمل حلة، فهذا الشيء يحسب بإيجابية حقيقة، علشان يشجع اللي يتابع واللي يشاهد على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي هذه المنصة التسويقية حقيقة، بحيث أنه يزور المكان من جديد. لكن حلو أنه يكون مثل ما عملت أنت في رحلتك السابقة، أنه يوثق كل التفاصيل بطريقة مكتوبة وفيها نوع من الشرح التوضيحي. جميل أنك أنت تروح أساسا موقع السياحي وتعرف إيش اسم المكان وأيضا تاريخ هذا المكان وليش سمي هذا المكان بهذا الاسم. على فكرة أنت تستفيد وأيضا غيرك راح يستفيد من المعلومات لما يشاهد الصور وأيضا هذا التوثيق. أنا لاحظت أنه لما أروح مكان معين سواء داخل السلطنة أو خارجها، لكن خلينا نركز على داخل السلطنة، ولما نكتب هذه الشروحات وننزل هذه الصور في جهات، حتى متابعين في الانستغرام سبحان الله حسهم يزيدوا. صح، ليش؟ الناس يحبوا لما هذا السوالف اللي هي الطلعات والترحال والرحلات. بالضبط، صح كلامك. عموما اليوم اعتقد البعض متحمس بهذه الاجازه، كثير توصلنا رسائل عن طريق الواتساب انه اليوم الثلاثاء اللي مسوي نفس الخميس. صحيح. عموما نتمنى ان شاء الله انكم تستمتعوا بالاجازه السعيده مشاهدينا الاحبه، لكن نحن راح نكون معكم ان شاء الله بكره وبعد بكره الى يوم الخميس. يعني اجازه لهم هم، وان شاء الله تعالى اجازه سعيده يا رب العالمين، نكون في انس وفي رضا، ونحن راح نكون سعيدين ايضا لانه راح نشارككم اولا باول هذه اللحظات، وراح اساسا من خلال برنامجنا نتكلم عن كل التفاصيل مرتبطة بالبرامج السياحية اللي تزورها الناس. احنا راح نشوف ايضا نتصفح مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ونقوم بعرض كل الافكار والمقترحات على الشاشة بإذن الله. اذا مشاهدينا نروح الحين الى حالة الطقس وبعدها ان شاء الله راح نتواصل معكم، كونوا معنا.
إلى فقرة الصحافة مشاهدينا الكرام، في جرية عمان ابتدأتنا مباشرة مدائن تخطط لبناء وتشغيل المدن الصناعية بمستويات عالمية. مؤسسة الإمام جابر بن زيد تحتفل بإطلاق مبادرة الشراكة الوقفية مع الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية والحكومية. افتتاح البيت التراثي بجمعية المرأة العمانية بصلالة. هذه أبرز العناوين في جريدة عمان، أما في جريدة الوطن فقد اخترنا لكم: تحسين مصفات صحار يرفع السعة الإجمالية والقيمة المضافة للبرميل، رحلة ساحرة إلى العبقرية مع باغانيتيني بدار الأوبرا السلطانية، منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يدخل غدا معسكرا تدريبيا بمجمع بوشهر استعدادا للتصفيات الآسيوية. هذه أبرز العناوين في جريدتي عمان والوطن، استعرضناها لكم مشاهدينا الكرام. الآن ننتقل بكم إلى أغنية وطنية جميلة، وبعدها مباشرة إلى أولى الوقفات الحوارية في برنامجنا لهذا اليوم، فنرجو دائما أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
قابوسيا فخر الزمان وعمان الحبيبة هي عنوان دائما للتاريخ والحضارة والسلام، ونحن نتواصل معكم أيضا مشاهدينا الأحبة في قهوة الصباح وفي محطاتنا الحوارية. وللمحطات إن شاء الله رح نتحدث عن ملتقى الهندسي التاسع ليقام في جامعة السلطان قابوس تاريخ 8 إبريل إلى 11 إبريل. رح نتحدث أكثر عن هذا الملتقى بإذن الله مع ضيفنا الكريم إبراهيم بن خميس الوصافي رئيس الجماعة الهندسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك وصباحك جميل. صباح حياك الله معنا في قهوة الصباح، وإحنا سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، ومباشرة نتكلم اليوم عن الهندسة من منظور آخر والملتقى الهندسي الطلابي التاسع، بما أنه ما شاء الله سلسلة متواصلة من النسخ واليوم وصلنا إلى التاسعة، فمباشرة السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الجديد الذي سيكون مضافا ومميزا في هذه النسخة؟ أول شيء نحن دائما نسعى في كل نسخة أن نستقطب أكبر قدر ممكن من المشاريع الخارجية، من الطلاب من خارج السلطنة. طبعا هذه من ضمن التحديات الكبيرة اللي نواجهها، أن نحن كيف نوصل إلى أقاصي العالم، لأنه دائما المهندس هو أساس كل شيء، المهندس هو أساس، يعني المهندس موجود على أساس أنه يحل المشاكل. فدائما إذا تواجدت عندك مشكلة أكيد لازم ندور لها حل، دائما المهندس هو اللي يوجد الحل بطريقة لربما تكون إبداعية تصل إلى أقاصي العالم. نحن نريد نوضح للعالم أن الشاب العماني يقف الآن قادر في المستقبل أنه يقود يصل إلى آفاق وآفاق لربما الكل ما يعرف عن الشاب العماني، فهذا واجبنا نحن أن نوصل للعالم أن الشاب العماني. ولذلك اخترتم أن العنوان الهندسة من منظور آخر. بالضبط. لأنه إيش المنظور هذا اللي تقصده فيه بالضبط؟ دائما لما نسأل سؤال الهندسة أو حد يسمع كلمة الهندسة من أيام المدرسة، نحن عندنا منقلة اللي فيها مثلث صحيح. مسطرة، يعني الهندسة ما هي فقط قياسات، الهندسة إبداعات، الهندسة ابتكارات، الهندسة مستقبل مشرق باهر حديث ينقلنا من صورة إلى صورة أخرى. الهندسة هي اللي نقلتنا نقلات، لربما كنا نشوف نفسنا عندنا حد معين، لكن الهندسة هي اللي خليتنا نطلع من هذا النمط إلى نمط. كما عن الهندسة بشكل عام طبعاً صح؟ بمختلف المجالات. الهندسة بمختلف المجالات. جميل جميل. طيب إبراهيم، نحن الحين نتكلم عن هذا الملتقى الهندسي التاسع إن شاء الله اللي راح يقام بجامعة السلطان قابوس، نتكلم أكثر عن الفعاليات والأنشطة اللي راح تقام ضمن هذا الملتقى. طبعاً نحن نحرص أن الفعاليات تستقطب جمهور كبير. ليش؟ من ضمن على أساس أنه الناس كنوع من التسويق، أن الناس تقدر تعرف أن في شيء جالس يصير، فنحاول نجذبهم على أساس أنه يجي يشوفوا هذه المشاريع والابتكارات الشبابية. طبعا من ضمن الفعاليات المصاحبة هي راح تكون في متحدثين لهم أوزانهم رايحين يتكلموا أثناء الملتقى حال الشباب. هذه في ورش معينة تقام ولا في أمسيات جماهيرية؟ لا، في ورش داخل في الملتقى. طبعا تكون من ضمن آخر الفقرات. ممتاز. في الملتقى إن شاء الله. غير عن الورش إيش راح يقدم؟ هل هناك عرض مثلا، معرض مصاحب مثلا؟ هو الملتقى عبارة عن عرض مشاريع داخل جامعة السلطان وخارج جامعة السلطان وخارج سلطنة عمان. هو حدث لربما أنا أقول عنه حدث عالمي، لأن نحن ما حطينا ليميتس حالنا. بنقيم مسابقات. المصاحب راح يكون وفي تضم كل هذه المشاريع اللي ذكرتها سلفا صحيح؟ هي بالضبط. وين راح يكون هذا المعرض موجود؟ هذا راح يكون في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس. جميل. طيب إبراهيم، أيضا في سؤال آخر، هل راح تتكلموا ممكن عن تأثير الثروة الصناعية الرابعة على مهنة الهندسة؟ أعتقد لها تأثير جدا كبير صحيح؟ الثروة الصناعية الرابعة. بالضبط، هي أصلا حاليا هذه النقلة نقلة الهندسة إلى العالم التقني أكثر شيء. صحيح. فمن ضمن المشاريع أصلا تقريبا في عندنا ما يقارب خمس أنواع للمشاريع. أيوة. راح نتعرف عليهم أكثر في الملتقى إذا زرتونا أنتم والمشاهدين الكرام. إن شاء الله. كيف تم يعني عملية اختيار أساسا هذه المشاريع التي ستكون حاضرة إن شاء الله تعالى في هذا المعرض؟ الطريقة هي طبعا بروفيشنال
يعني نحن عندنا لجنة اسمها لجنة المشاريع، هي التي تقيم المشاريع. ممتاز. بالإضافة إلى الكادر الأكاديمي اللي يقيم هذه المشاريع من دكاترة وبروفيسورين. كم تقريبا عددهم؟ ما يقارب كامل 55 مشروع. ما شاء الله. جميل، أنت ذكرت أن هناك راح تكون إن شاء الله ورش تدريبية في هذا الملتقى، ممكن نتكلم أكثر عن تفاصيل هذه الورشة، عن إيش راح تكون بالضبط؟ نحن من ضمن الأشياء اللي اخترناها اللي هو المرحلة الأخيرة من كل مشروع هي التسويق. ممتاز. كيف نحن نسوق للمنتج، كيف يصل إلى شركات، كيف نبين هذا المنتج، نخليه منتج مصنع واقعي، نفس الشيء يتسم بالجمال اللي أي حد يقدر يأخذه. نعم. فهذه من ضمن الأشياء اللي لربما بعض الطلبة يفتقدوها، اللي هم المشاركين بالمشاريع. نعم، بما أنه الانطلاقة راح تكون الاثنين القادم إن شاء الله تعالى 8 إبريل، يعني حتى اللحظة كيف تبدو الاستعدادات، الجهود، كيف تصف لي وأنت رئيس أساساً لهذه الجماعة يا إبراهيم، روح الفريق الواحد، التعاون والتضامن فيما بينكم البين؟ بصراحة أنا جدا 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 سعيد ومحظوظ بالفريق اللي معي. محظوظ؟ محظوظ وسعيد، لأنه ما شاء الله بأمانة يعني نرى أن في أشخاص جالسين يشدوا من ظهرك، يساعدوك، يرفعوك إلى فوق. يعني كلنا توجهنا في البداية أن نحن نريد نوصل الطالب في جامعة السلطان قابوس أو طالب الهندسة في عمان قادر أنه يصنع شيء. أنا أحس لما يكون الطالب يعني حاس بقيمة المسؤولية والرسالة اللي راح يوصلها إن شاء الله تعالى لأفراد المجتمع، أعتقد هنا أن يكون النتائج والعطاء أكبر وأفضل، صحيح؟ بالضبط. جميل. إبراهيم، بالنسبة أيضا لديكور المعرض، هل استخدمتم ممكن الأشكال الهندسية أن الشخص أول ما يدخل المعرض أو يشاهد المعرض يعرف أنه هو موجود في معرض الهندسي أو ملتقى الهندسي التاسع؟ بالضبط. دائما نحن في تصاميمنا نكون حريصين على أن نبرز الهندسة بتصاميمنا. جميل. بحيث أن نسوي ديكورات نصممها نحدنا ونصنعها بأنفسنا. أيوة. جميل. فكل هذه الأشياء حتى لو في تويتر نحط قياساتنا، بعدين في الملتقى نشوف النتائج هذه، يعني حاطين بروسيس معين أنه أول شيء نقيس، بعدين نصنع، بعدين نحطه بأجمل صورة. جميل. فواجد أشياء إذا زرتونا صراحة بتشوفوا بتستمتعوا، أنا متأكد. لزوم نزوركم أصلاً ضروري. طيب، إحنا يعني مثل ما نعرف كلنا إنه جامعة سلطان قابوس بيئة خصبة أكيد لكثير من الفعاليات والمناشط، وربما الاستضافات لزملائك وزميلاتك فيما مضى من جماعات طلابية وأنشطة أيضاً لهي خير ربما برهان ودليل على ما أقول. لكن كيف تصف لي تحديداً المناشط والبرامج التي تقومها الهندسة من ناحية الإقبال من قبل الطلبة والطالبات عليها؟ بأمانة والحق يقال، دائما الفعاليات التي تقوم بها كلية الهندسة سواء كانت الجماعة الهندسية الكبرى أو الجماعات الثانية اللي تحت مظلة الجماعة الهندسية، دائما ما الناس تنتظرها. ليش؟ لأن دائما لما يتراود في بالهم أن المهندسين أو الهندسة ينتظر في بالهم إبداع، فنحن ما نريد نخيب ظنهم، وهذا دافع حالنا أنه دائما نركز على الجودة في العمل اللي نسويه. لكن البعض يقول لك لا، أنتوا طلاب هندسة ونحن نعرف يعني أنه المنهج الدراسي دسم شوية عندكم، فكيف تقدروا أنكم توازنوا ما بين هذه المسألة وما بين أيضا الجانب النشاط، النشاط في الجامعة بشكل عام؟ هذا لربما أجاوبك عليه بأحد الأهداف أصلا اللي نشأت فيها هذه الأنشطة الطلابية، أن نحن ندمج ما بين الجانب الأكاديمي. ممتاز. والجانب العملي أو الجانب اللي هو الفني، لأنه مثل ما نعرف أن كل إنسان له مواهب ومهارات. ممتاز. بعيداً عن جانب الدراسة. سلام. فهذه من ضمن الأشياء اللي نحن نريد الطالب الجامعة لما يدخل جامعة السلطان قابوس يدخل بصورة ويخرج بصورة أخرى مخالفة لما دخل عليه. إيجابية. إيجابية جداً. نغير من شخصيته، نخليه إنسان قادر على أنه يقود الغد، يقود عمان إلى أقاصي الفضاء. جميل. طيب إبراهيم، أيضاً من رأيك الشخصي، يعني أهمية إقامة أيضاً مثل هذه الملتقيات لتعريف الطلبة وأيضاً المجتمع والفرد عن مفاهيم الهندسة، مفاهيم الهندسية. أنا أحس هذه مسؤولية كبيرة تكمن في داخلي أولاً، أني أنا لازم
أبين الهندسة للناس بالمنظور الصحيح، بالمنظور اللي تحتاجه عمان في الغد. أنا أريد أبين أنه المهندسين قادرين أنهم بكرة يصنعوا المستقبل، المهندسين بكرة قادرين أنهم يقودوا. نحن عندنا إمكانيات شبابية، عندنا مشاريع، عندنا ابتكارات، عندنا عندنا عندنا، لكن نحن من مسؤولياتنا أنه نخلي هذول الشباب يظهروا بمشاريعهم بابتكاراتهم. هذه مسؤولية على كل مهندس معانا في الجامعة أو حتى في السلطنة، أنه نحن نبين للعالم أنه الشاب العماني عنده عقل وعنده ابتكارات لربما أحسن من الدول الغربية. نعم صحيح، هذه رسالة ربما بناء على ما تفضلت بها أيضا أخي إبراهيم، لكن بشكل عام نتكلم الآن، وجودك أنت كطالب وتترأس أيضا هذه الجماعة، وأيضا زملائك وزميلاتك في هذه الجماعة تقوموا بهذه الفعاليات والمناشط بمختلف أشكالها وأنواعها هناك في الحرم الجامعي، وأحيانا ربما لكم حتى فعاليات خارج الجامعة. ما الذي تضيف لكم أنتم شخصيا؟ لماذا هذا الانخراط أساسا في هذا المجال الأنشطة بشكل عام؟ إيش الاستفادة التي تجنوها من كل ذلك؟ شوف، من ناحية شخصية أنا بأمانة لما انخرطت في هذه الفعاليات وهذه الأشياء في كثير من الأشياء تغيرت فيني. يعني أنا أحكي لكم قصة لربما زملائي في الجامعة يعرفوها وفريقي في الجامعة. جميل. كنت أحب الإذاعة، إذاعة المدرسية. أوه ما شاء الله، أنا جميل مهنة. فبديت تقريبا من صف الخامس أو السادس كذا، فكنت أوقف أمام الجمهور. شو كنت تقرأ؟ حكمة، مقدمة، كلمة؟ ما أذكر بالضبط. كان يطلع في الإذاعة المدرسية ويشارك في الإذاعة المدرسية. فكانت يدي ما أشوف الكلام لأن يدي تنتفض. فبعدين قلت خلاص أنا ما أرجع للإذاعة، تقريبا من صف السابع قلت ما أرجع للإذاعة وخلاص. طيب. لكن أول ما دخلت الجامعة شفنا هناك بيئة تساعدك أنك أنت تغير من نفسك. ممتاز. عندك خيارات واسعة، أنت هين تشوف نفسك. فأحس أن انخرطنا في هذا الشيء خلى إبراهيم الحين إبراهيم سابقا غير عن إبراهيم حاليا، وأنا متأكد. ولذلك إبراهيم اليوم موجود معنا في برنامج قهوة الصباح كرئيس للجماعة الهندسية بجامعة سلطان قابوس. هذه التجربة ربما ستكون حاضرة دائما طيلة حياتك كذكريات، أيضا ربما تحملها معك في مشوارك ومسارك. إيش اللي تقوله الآن حاب لجميع المشاهدين والمشاهدات، سواء طلبة أو طالبات أو حتى ربما آباء وأمهات كأولياء أمور للكثير من الطلبة، ما هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إليهم جميعا؟ أنا أول شيء أعذرني أبا أشكر صراحة شخص له تأثير جدا في المقولة اللي بقولها حاليا، اللي هو أبوي خميس الوصافي. ما شاء الله، الله يعطيه. دائما كان يقولنا أنت شخص لازم تسوق لنفسك، مستحيل العالم بيشوفك إلا إذا سوقت لنفسك. لازم تظهر أنت من وهين ممكن يوصل عقلك وإبداعك. ليس الإنسان إلا ما سعى. بالضبط. فأنا نصيحتي لكل شخص عنده موهبة، عنده قدرات، عنده الاستطاعة أنه يغير من نفسه من خلال انخراطه في الأنشطة الطلابية أو استغلال مواهبه، أنا أقول لك توكل على الله ولا تنظر إلى المحبطين. جميل. يعني أنتم كطلبة أيضا في جامعة السلطان قابوس ومختلف الطلبة أيضا في مختلف الجامعات والكليات، ما شاء الله جدا مبدعين في الأنشطة وأيضا في الفعاليات والملتقيات اللي تقوموا فيها سواء داخل المحيط ممكن الجامعة أو خارج الجامعة. طيب إبراهيم، لو نتكلم أيضا متى تبدأ فعالياتكم بالضبط؟ من الساعة كم إلى الساعة كم؟ وأيضا هذه الورش التدريبية، هل الدعوة عامة للجميع، ممكن الكل يحضر وأيضا يشارك مع الورشة التدريبية اللي راح تسووها في هذه الملتقى في هذا الملتقى؟ أيام الملتقى طبعا من الاثنين إلى الأربعاء. هذا جميل. الملتقى فقط، ويوم الخميس عندنا أمسية ختامية اللي هي نختتم فيها الملتقى. إيش راح يكون فيها الأمسية الختامية؟ هذا سر. إذا حضرت لا، هذه دعوة. طلبة الجامعة دائما عندهم مفاجآت ما شاء الله، وما يبي يحرق مفاجآتهم. لا صراحة الأمسية الختامية أنا فيها ضيوف كبار. هذا اللي أقدر أقوله، واللي ما يحضر الأمسية صراحة ندمان. وين راح تكون هي الأمسية؟ راح تكون في نفس المكان، في القاعة الكبرى. في جامعة السلطان قابوس. هي أمسية جماهيرية. إذن جماهيرية فيها تكريم الفائزين في الملتقى. من الساعة كم زين تبدأ الفعاليات؟ الفعاليات تبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 7 مساء، 9 صباحا إلى الساعة 7 مساء. والورش التدريبية؟ الورش التدريبية خليناها على آخر فترة من الملتقى اللي هي من الساعة 5
إلى الساعة 7. يعني المهتمين في مجال الهندسة ممكن يحضروا هذه الورشة التدريبية؟ بالضبط، الكل مرحب فيه، لأن مثل ما خبرتكم سابقاً إحنا ما نقتصر على طلاب الجامعة وتطوير، اللي يحب أنه يطور من نفسه يا اهلا وسهلا. والورشه هذه وين راح تكون ان شاء الله؟ في نفس المكان، في بعد نفس في القاعه الكبرى. كلها اذا في القاعه الكبرى، كل الفعاليات كل الفعاليات راح تكون في القاعه الكبرى. ممتاز، بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم ان شاء الله تعالى. دائما نتمنى لكم كل التوفيق لكل ما تقدموه حقيقه خدمه لافراد المجتمع. ابراهيم بن خميس البوصافي، رئيس الجمعيه الهندسيه بجامعه السلطان قابوس، شكرا جزيلا ابراهيم. بارك الله، وتحياتنا اكيد لكل زملائك وزميلاتك في الجامعه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا نطلب بكم ورسول في مختلف المحطات والفقرات، والآن ننتقل بكم إلى الأخوة الزملاء في مركز الأخبار وأبرز العناوين، وبعدها سنواصل المشوار، فخلوكم معنا. السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تسعى لجعل مسقط إحدى المدن الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. تحقيق أعلى درجات أمان وسلامة الغذاء محور اجتماع اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط. السلطنة تفوز باستضافة النسخة 30 للمؤتمر العالمي للأشعة 2020 الذي سيعقد لأول مرة في السلطنة. ندوة مكافحة الاتجار بالبشر تؤكد التزام السلطنة بالمعاهدات الدولية في حقوق الإنسان. مستجدات طب الأطفال يبحثها مؤتمر طبي في محافظة البريمي بمشاركة مختلف الفئات الطبية والتمريضية. الرئاسة الجزائرية تعلن أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته قبل 28 من الشهر الجاري. مجلس العموم البريطاني يصوت على مجموعة ثانية من المقترحات المتعلقة باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي يعلن تعزيز الأمن في البحر الأسود جراء استمرار النزاع بين أوكرانيا وروسيا. نهاية العناوين، شكرا لكم. استمراراً لمساعي عمان تيل في دعم الشباب في إنشاء مشاريعهم الخاصة وخلق فرص عمل تؤهلهم للبدء في حياتهم العملية، يأتي برنامج مهنتي لإكساب الشباب المهارات والمعارف اللازمة لصيانة أجهزة الهاتف النقال والأجزاء الصلبة، بالإضافة إلى صيانة البرمجيات والتعرف على أنظمة التشغيل المختلفة. يمتد البرنامج إلى 92 ساعة تدريب يحصل فيها المتدرب على شهادة مصدق عليها من قبل وزارة القوى العاملة، حيث سيتم تدريب 100 باحث عن عمل من 5 محافظات مختلفة بينهم عدد من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل. سيتم ترشيح الباحثين من قبل وزارة القوى العاملة. مهنتي من عمان تيل. عاد الربيع إلى واشنطن وتفتحت معه أزهر الكرز لتجذب أعداداً كبيرة من الزائرين الذين يتدفقون على الحديقة الوطنية للاستمتاع بمنظرها المبهج.
بيضاء منتفخة، هكذا وصف المهرجان الوطني لتفتح الكرز زهور أشجار كرز يوشين اليابانية التي تتميز بلونيها الأبيض والوردي. وبلغت ذروة موسم تفتح الزهور يوم الجمعة، ويحين عندما تتفتح حوالي 70% من البراعم. وتوجد 5 مراحل لتفتح الزهور، تبدأ بظهور اللون الأخضر في البراعم حتى تصل لمراحل التفتح الكامل، عندما تتحول الزهور إلى ما يشبه كرات بيضاء منتفخة. ويحيي المهرجان السنوي ذكرى إهداء رئيس بلدية طوكيو واشنطن 3000 شجرة كرز في عام 1912، ويمتد المهرجان لعدة أسابيع، ويقيم حوالي 50 حدثاً وبرنامجاً ترفيهياً، بما في ذلك عرض شهير للطائرات الورقية. وبحسب المنظمين، يجتذب المهرجان أكثر من 1.5 مليون زائر، ويعد واحدا من أشهر احتفالات الربيع على مستوى العالم. رحاب علاء، رويترز. أهلا لكم مشاهدينا الكرام، وتحية صباحية حقيقة لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا. احنا دائما نحاول قدر الامكان من خلال برنامجنا نسلط الضوء على مختلف ربما الفعاليات والمناشط على ارض السلطنة، بالاضافة ايضا الى تسليط المناظر الجمالية حقيقة والمواقع الرائعة على ارض السلطنة من خلال اثراء السياحة الداخلية. فالمحطة القادمة ايش راح تكون يا حواء؟ المحطة القادمة راح نتكلم عن اثراء السياحة الداخلية باذن الله، مثل ما ذكرنا بما انه عندنا اجازة فرصة ان احنا نختار بعض الأماكن ونزورها وأيضا نكتشف عمان. التفاصيل إن شاء الله راح تكون مع ضيفنا الكريم فهد بن سعيد الرواحي، مرشد سياحي طبعا للسياحة الداخلية. أهلا وسهلا فيك فهد، وصباحك جميل. أهلا وسهلا فيكم إخواني، وأهلا بالسادة المشاهدين، صباح الخير لكم. يا مرحبا فهد. يعني كل يعني ما أحد ينكر أبدا أهمية السياحة سواء كانت داخلية أو خارجية، فيها ربما عوالم متفردة من الجمال بتغير لك نفسيتك، راحة بال، طمأنينة، استكشاف مناظر، معالم، أشياء كثيرة في الحياة، جوانب ربما كنت تقهرها في السابق. لكن اليوم نحن نتكلم عن إثراء السياحة الداخلية، لماذا؟ نعم طبعا، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير في ذكرى الإسراء والمعراج على على نبينا محمد. طبعا الإجازة جاءت في وقت مناسب، أجواء نهارية معتدلة، ليلية لطيفة باردة، وفرصة صراحة للعوائل، للمواطنين، للمقيمين للتمتع بالمختلف المناظر والمزارات السياحية. مثل ما دائما نقول أنه عمان ممتدة من الشمال إلى الجنوب، طبعا ثالث أكبر دولة في الخليج، وشواطئ ممتدة أيضا 3000 كيلومتر، وهي وجهة سياحية أيضا للمواطنين، فما يختلف اثنين على أهمية السياحة الداخلية، وفي مختلف الولايات مختلف الثقافات المزارات السياحية. نعم جميل، يعني عمان جميلة بالفعل بكل هذه التضاريس وأيضا هذه المعالم السياحية. الحين نتكلم عن عن الأماكن اللي ممكن نحن نختارها. أنت ذكرت أن الجو معتدل، يعني خلاص نحن داخلين الحين لفصل الصيف، خلصنا من الشتاء، فنتكلم عن الأماكن السياحية أيضا لكل المناسبة لكل جو، بما أن نحن الحين في فصل الصيف. بالضبط، للأسر اللي تبحث عن الأجواء الباردة اللطيفة بعيداً عن الضوضاء، بعيداً عن المدن،
ممكن نقترح لهم أنهم يتوجهوا إلى الجبال. عندنا طبعاً مزارات جبلية مختلفة. نعم. منها الجبل الأخضر في مقدمتهم. نعم. وعندنا اللي هو جبل شمس. نعم. الجبل الشرقي، جبل هات. فهذه كلها مزارات سياحية بجو بجو بارد في نوع من معتدل بالضبط. نعم. فاللي يميز عمان أكيد هو التنوع التضاريسي والجغرافي ودرجة الحرارة. وهذا يجعلها ما بس مزار للعمانيين فقط إنما لدول الخليج. فهذا اللي يميزها. فطبعا عندنا أعلى نقطة في الخليج وهي 3009 متر. هي كافية أنك تغير لك الجو من المدينة من 36 إلى 20-25 درجة. نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالباحثين عن البرودة نوعا ما، ولكن ماذا عن المناظر وربما والمعالم الأخرى؟ ونركز أيضا على الشواهد وأيضا المعالم التراثية والتاريخية. نعم طبعا للعوائل وللشباب الباحثين وأيضا للمقيمين الباحثين عن التاريخ، طبعا تاريخ عمان ضارب في عمق القدم، وكفيل مزاراته كفيلة أنها ترجعك إلى 1400 سنة إلى الوراء. فعندنا مزارات جدا قديمة، من ضمنها مزارات في المدرجة تحت منظمة اليونسكو التراث العالمي. ولكن أنا على سبيل المثال ممكن أذكر لكم على هي القلاع والحصون، المزارات الأثرية. وعندنا المزارات التاريخية مثل المقابر، مقابر بات، مقابر العين، مقابر زكيت في ولاية إزكي. عندنا مدينة قلهات التراثية التي أدرجت قريبا في منظمة اليونسكو. طبعا عندنا مزارات ثقافية كالمتاحف، في مقدمتها طبعا المتحف الوطني الذي دائما ما أنصح أولياء الأمور والعوائل إلى زيارته، لأنه يحتوي على فكرة مبسطة وسهلة للتاريخ العماني والثقافة العمانية. وفي ما يميز المتحف الوطني، هو أول متحف في الخليج يدرج لغة برايل للمكفوفين. فهو مزار جدا مناسب. وطبعا هناك عديد من المتاحف الخاصة، المتاحف الحكومية، البيوت الأثرية اللي ممكن ترجعك إلى الماضي. فجدا جميل أن الواحد يرجع ويستذكر الماضي ويستذكر التراث والتاريخ العماني. جميل. يعني هذه الأماكن اللي ذكرتها جدا مناسبة للعوائل اللي حتى عندهم أطفال، ممكن يروحوا ويستمتعوا بالفعل بالمتاحف والحصون والقلاع اللي راح يشاهدوها. بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا المغامرة، وين يروحوا بالضبط؟ بالضبط. طبعا للشباب، للعوائل أيضا نفسها إذا هي تحب المغامرات صراحة. فأنا ممكن أقترح لك وين تقترح لي وين أروح المغامرات. مثلا حبيتي في اللي هي المغامرات المشي أو تسلق الجبال، عندنا مسارات جدا ممتعة في صعود جبل الأخضر. نعم. مشين ممكن جبل شمس، قمة جبل شمس، مسارات الأودية، وادي بني عوف. عندك اللي هو وادي بني خالد، وادي العربيين. محبين الاستمتاع بالقيادة في الأفرود الطرق الوعرة. أيوة. طريق وادي بني عوف، جبل هات من أحد أجمل المناطق. محبين الغوص والسباحة، طبعا سواحل عمان كفيلة أن تغنيك عن المناطق الأخرى. فصيد الأسماك، مغامرات صيد الأسماك، اللي عندك السباحة في الوديان واستكشاف الوديان، وادي شاب، وادي طيوي، وادي بني خالد، وأخرى من الأودية والمناطق. جميل. هي مجرد هذه أمثلة بسيطة ربما أخوي فهد، والكل يعرف أنه ما راح يسعنا الوقت أبدا أن نتكلم عن كل المعالم ربما التراثية والسياحية والتاريخية في السلطنة، ولكن نحن نحاول قدر الإمكان الضوء على بعض منها من خلال اقتراحات قدمها أخوي فهد من خلال البرنامج. طيب فهد، الآن قبل لا يروح واحد إلى أي رحلة كانت سياحية أو ثقافية أو مغامرات أو غيره، أبرز ربما الاحتياطات وأدوات الأمن والسلامة والمستلزمات التي ينبغي أن تكون حاضرة معها في مشوارها، حتى الاشتراطات المطلوبة للوصول يعني لهذه الأماكن بكل سهولة. بالضبط. دائما وزارة السياحة تنوه على التخطيط المسبق لكل رحلة سياحية. نعم. في بدايتها تأكد من سلامة المركبة، الإطارات. أيه. تشيك على سيارتك، سيرفيس ما سيرفيس. وأيضا ممكن نقول للمحبين المغامرات التأكد من معدات السلامة، طبعا لمتسلقين الجبال، للمغامرين في الأودية، متسلقين الجبال لازم تكون واعي بالمسار، مدة المسار، اللياقة الكافية على أساس توصل الوجهة اللي أنت
رايح تغامر فيها. أيضا اللي هو معدات السلامة، الإسعافات الأولية، عندك اللي هو الكمية كافية من الماء والأيضا الأدوات الأخرى اللي ممكن تحتاجها للوجهة اللي أنت قاصدنها كالتخييم وكغيرها من المعدات. لكن ماذا عن أدوات الأمن والسلامة أيضا فيما يتعلق مثلا ناس بيروح مثلا البرك المائية في مثلا في وادي بني خالد أو غيره، وهو في بعض المواقع فيها أساسا هذه الأدوات، ولكن كولي أمر ينبغي أساسا أن يكون عنده مثل هذه الاحتياطات، سترة النجاة وغيرها من الأشياء. نعم طبعا في الأودية والسباحة بشكل خاص لازم مثل الواحد يتأكد أنه يعني واثق من أنه واعي بالسباحة. فهناك دائما وزارة السياحة دائما توضع الإرشادات والتعليمات في الأماكن اللي يمنع السباحة فيها، ودائما مثل في ولاية وادي بني خالد في هناك عندنا الطاقم موجودين كلهم ما شاء الله عليهم المساعدة، ولكن أيضا لازم كل واحد يأخذ احتياطاته اللي هو سيفتي جاكيت إذا هو ما يعرف يسباح، فلازم يأخذ احتياطاته قبل كل. أنا أحيي من هذا المنبر حقيقة بعض الآباء اللي شفتهم بنفسي ما يروحوا أي رحلة إلا وهذه الأدوات موجودة معهم في السيارة. بالضبط. حتى لو ما كان الأب يعرف يسبح يقول احتياطا، لو سبحان الله طفلي طاح بركة ولا شيء أنا أقعد كرقات في يدي يعني ما أقدر أنقذ ولا شيء، في السيارة موجود كل شيء، الحبل، السترة، التيوب، أي حاجة علشان ينقذ والده. بالضبط. هذا أشياء بسيطة جدا، لكن لو لا قدر الله ما شلها معك العاقبة وخيمة راح تكون. أكيد أكيد أخوي. طيب يعني فهد نحن تكلمنا ممكن عن الأشخاص اللي يحبوا البرودة وين يروحوا، وأيضا الأشخاص اللي يحبوا المغامرات، وأيضا عن المتاحف والحصون. نتكلم عن السياحة البحرية اللي يحب البحر والغوص وإنه يحب يصيد، وين يروح بالضبط؟ بالضبط طبعا امتداد سواحل عمان أيضا تنوع في رياضة الصيد الأسماك. أيوة. ولكن الآن نحن في موسم اللي هو الشارخة. أيوة. موسم الحبار. فالكثير من الناس يعني تتوجه إلى محافظة الوسطى، محوت والقازر، شنة، جزيرة مصيرة كوجهة للصيد. طبعا عندنا في مسقط وجهات أخرى، أو في محافظة مسندم أيضا، محافظة ظفار طبعا في اللي هي رحلات مشاهدة الدلافين، إذا كنت محظوظ ممكن تشاهد السلاحف الخضراء، وإذا كنت أيضا من محب مشاهدة السلاحف والتعرف على حياة السلاحف ممكن تتوجه إلى هو محمية السلاحف في رأس الجنز. أيوة. نعم فهذه الرياضات كلها ممكن يعني تكون ممكن في مسقط، في محافظة ظفار، في محافظة مسندم، وعلى طول الساحل العماني. ممتاز. طيب أنت أخوي فهد، أنت كونك مرشد سياحي أكيد مرت عليك الكثير من الأفواج السياحية سواء من داخل السلطنة أو خارجها، خلينا نركز على خارج السلطنة. لو تصف لي وللمشاهد الكريم انطباعهم لما يجوا السلطنة، وكيف أنهم فعلا يعني يشوفوا الجماليات الموجودة معنا، وخاصة هم يركزوا على الجانب التاريخي وغيره، إيش أبرز ربما الاستفسارات اللي دائما تطلع من فاهم وأنت مباشرة تجيب عليهم؟ بالضبط. فأحد الاستفسارات اللي ممكن توردنا من الزوار الكرام من خارج السلطنة هي كيف نحافظ على الطبيعة الخصبة في عمان، في التنوع التضاريسي والطبيعة يعني تجعل السائح في دهشة. في زمان يعني تدخلت فيه البنيان والمعمار والتلوث، فهذه أحد الأسئلة، ولكن طبعا دائما الشعب العماني واعي، المقيمين واعيين بأهمية هذه المناطق، تركها نظيفة مثل ما كانت. وأحد الأسئلة اللي توردنا دائما اللي هي لطف الشعب العماني. نعم في هذا النقطة اللي كنت بكلمك عن معرف فيها أسئلة أكيد كثيرة تردكم من خلال السياح بشكل عام، لكن أعتقد سماحة المواطن العماني ولطفه أيضا، وأعتقد حصلنا على يعني مركز جدا متقدم الأول أو الثاني ما شاء الله في هذه النقطة، من أكثر الشعوب توددا ولطفا مع السياح الأجانب. نعم بالضبط، ممكن تكون احترام الضيف في العادات والتقاليد العمانية أحد الأسباب. فجدا الشعب العماني لطيف محترم، يتعامل بكل احترافية مع ضيوف سواء سائح أو مقيم، فهذه أحد الأسباب اللي جعلت عمان
أحد المزارات السياحية ناهيك عن الأمن والاستقرار. نعم، خصوصا الحين يعني في هذا الأجواء ممكن هم كثير يحبوا أجواءنا هذه اللي تكون معتدلة وأحيانا تكون حارة. الحين حتى لما تروح تحجز فندق معين يقول لك ما في حجز، مليان هذا الفندق. استغرب أن هم بالفعل كيف يحبوا الأجواء هنا في السلطنة. نعم بالضبط. ف إذا لاحظنا طبعا هي الأجواء على الشرق الأوسط بشكل عام، عمان هي أفضل يعني أفضل وجهة سياحية لهم سياحية. فتجد يعني بعض السواح الخارجيين يقول عمان يمكن 5 مرات أو أنها مدرجة سنويا في جدول زياراتهم، وهذا طبعا ما شيء غريب على السلطنة، تنوعها وسماحة شعبها واستقرارها وأمنها جعلتها يعني في قمة الترتيب في الشرق الأوسط. بقي فقط نوجه رسالة أخيرة أيضا أخوي فهد في ضرورة أنه فعلا الاهتمام قدر الإمكان أيضا بالحفاظ على المرافق السياحية في مختلف المواقع، وأنه المكان يكون مثل ما هو نظيف بعيدا عن أي سلوكيات وتصرفات غير مسؤول للأسف الشديد. نعم، رسالتي لكل مواطن لكل مقيم أنه دائما يحافظ على الطبيعة البكر في عمان. هذه أحد أسباب زيارة المواطنين للمناطق السياحية وأحد أيضا مصادر الجذب السياحي. فصعب إنه كل يعني وزارة البلديات إنها تنظف كل موقع سياحي، فهناك مناطق صعب جدا الوصول لها، عندنا الكثبان الرملية الأودية، فالحفاظ عليها واجب وطني لكل مواطن ولكل مقيم في السلطنة. نعم. وجعلها التزام بذلك يعرضك أكيد للمساءلة القانونية. نعم، فهذا هو، فدائما المساءلة تتجنب اللي هو الوقوع في المحظور. فأتمنى من الجميع المحافظة على الطبيعة، على المزارات السياحية، عدم التشويه، عدم الإساءة استخدامها، فهي ورث لكل مواطن من بعدنا يعني. جميل، نحن شاكرين وجودك اليوم معنا فهد بن سعيد رواحي مرشد سياحي للسياحة الداخلية، شكرا لك، ونتمنى من المشاهد الكريم سجل كل الأماكن السياحية اللي أنت ذكرتها، وعد هو يختار المكان المناسب له سواء كان هنا في محافظة مسقط أو في أي محافظة أخرى. شكرا لك. شكرا لك يا أخت حوراء أخي سيف، وشكرا للسادة المشاهدين، وأتمنى لهم رحلة سعيدة آمنة ويديروا بالهم في الطرق إن شاء الله. شكرا. إذا مشاهدينا من الحين نروح إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم، كونوا معنا.
عودة إليكم من جديد مشاهدي الكرام، وتحية صباحية حقيقة لكل من يتابعنا ولكل من يشاهدنا من محطة إلى أخرى. هذه المرة إلى موهبة الرسم برصاص وألوان الريش، يعني تفاصيل جدا شائقة وماتعة حول هذه الموهبة الصاعدة والواعدة حقيقة، ونحن دائما نفخر حقيقة بكل أبناء عمان اللي دائما يبهرون بإبداعاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم في مختلف المجالات وشتى الصعود. هذه المرة المهند بن عمر الريامي أخونا موهوب في هذه الموهبة، نقول له صباح الخير يا المهند. صباح النور، كيف حالك؟ الحمد لله. مساك بخير، من وين جاينا؟ من نزوة. من نزوة، محافظة الداخلية. أهلا وسهلا فيك المهند. المهند أنت في أي صف؟ تاسع. صف التاسع، كم عمرك؟ 14 سنة، العمر كله إن شاء الله. المهند بما أنك أنت ما شاء الله موهوب في الرسم، خبرني من متى بديت ترسم؟ من صف الرابع. من صف الرابع ما شاء الله. بدأت تدريجيا يعني بالسنوات يعني اتطور الرسم هذا. آخر شيء بدأت أترسم بالسبراي. إيه ليش حبيت الرسم مهند؟ موهبتي هذه، هوايتي. موهبتك هوايتك ها؟ أحد من أهلك يرسم ولا لا؟ ولو بروحك بيت؟ ثلاث. في ناس يرسموا وأنت تعلمت منهم أكيد. إيه. وهم علموك ودربوك. أيوة. طيب في زملائك في المدرسة والمعلمين إيش يقولوا لك لما يشوفوا رسماتك؟ عادي يقول يعني موهوب. أيوة. فنان. يا سلام عليك. جميل. وأنت فنان. طيب المهند لما الحين ترسم خبرني إيش المناظر اللي أنت تحب ترسمها؟ يعني أنا أشوف أنك أنت ترسم عالم الفضاء ما شاء الله عليك. أيوة أحب الفضاء أنا. أحب الفضاء يعني هذه الفكرة أخذتها من واحد من اليوتيوب. أيوة. اسمه سكتش أرت من قناة، بدأت أول شيء أشوف. جميل. يعني أتابع. خلصت تابعت قلت لازم أتقرب. أيوة. السلام عليك. قربت وقربت هذا حلو. وجربت أنك ترسم عالم الفضاء. طيب إيش هي الأدوات اللي استخدمتها في الرسم يا المهند؟ أول شيء السبراي. السبراي اللي هي ألوان الرش. أيوة. وقرائد. وغطي من المطبخ اللي كانت متنازعة. اها جميل. متنازعك ها. زين. زين. وبعد وهذا واللوائح ورق هذه اللوحة. خلاص هذا جميل. طيب كيف ترسم؟ خبرنا من البداية إلى النهاية مراحل الرسم عندك. هو شيء تحددي الكوكب هين تريديه. أيوة. ترشي عليه. أيوة. خلاص راشة تكوني عدتي تدمجي الألوان. أيوة. بعدين تجيبي الجريدة تكسفيها. أيوة. تحطي عليه الجريدة خلاص تخوزي وتغطي الكوكب. خلاص يكون جاهز. أنت خلاص تغطيه تراضي دقيقة دقيقتين يقف. أيوة. أنت ترسم الخلفية. الخلفية أول شيء تجي سودة بعدين تجي أزرق بعدين شوية وردي، أنت ترش عليها النجوم. ممتاز. ممتع ما شاء الله عليك المهند. طيب هذه الرسومات وين تروح معلقينها مثلا في المدرسة في البيت وين بالضبط؟ في المعارض. تشارك بها في المعارض؟ أيوة في المدرسة في البيت هناك عندنا. ممتاز. وشو تحب بالضبط ترسم من الفضاء؟ الحين احنا شفنا ربما ذكرت انت الكواكب فقط الكواكب ولا لا حتى النجوم المجرة بشكل عام؟ انا رسمت المجرة على واحدة طالبة القمر. طالبة من الصالون حالها على المجرات. جميل. يعني انت الحين لو انا طلبت منك حاجة تقدر انك ترسم لي اياها وتعطيني اياها اللوحة. ايوه. جميل. بكم ان شاء الله راح تعطيني هذه اللوحة؟ على حسب الحجم اللوحة. الله الله عليك يا المهند. جميل. طيب المهند تسوي لها تخفيض ولا لا؟ تسوي لها. طيب المهند خبرني ايش هي الالوان اللي تستخدمها دائما في لوحاتك؟ الابيض والاسود وذاك الازرق الداكن الكحلي. الكحلي. من اللي دائما يشجعك ويحفزك المهند؟ امي كانت واجد تشجعني، الاستاذ من المدرسه الفنيه. جميل. أمي. جميل. طيب ممكن نشوف لوحات المهند؟ هذه هي اللوحات ظاهرة. المهند ممكن تكلمنا عن هذه اللوحة؟ أيوة هذه. أيوة. اللوحة كانت ثاني أكبر لوحة رسمتها. أيوة. خضت وقت علي أكثر. كم تقريباً الوقت اللي كم الوقت اللي خضت علي؟ أكبر لوحة رسمتها خضت علي ساعتين. ساعتين. هذه خضت نص ساعة. هذه ربع ساعة. جميل. طيب وهذه اللوحة أيضاً الثانية؟ إيش اللي رسمت فيها بالضبط؟ لك نيازك مصطفات. أيوة. مع قسم وردي قسم أزرق. أيوة جميل. أيوة كذلك.
جميل. حبيت تدرج الألوان اللي في لوحاتك، يعني اللون الغامق واللون الفاتح، اللون البنفسجي والكحلي اللي دخلته في هذه اللوحات. طيب جميل. المهند اللي ما زال مدرستكم وما حضر بالمعارض اللي نزلت فيه انت رسوماتك، وين بامكانه يشوف هذه الرسومات؟ في الانستغرام. عندك حساب خاص؟ ايش اسم حسابك؟ المهند اندرسكور ريامي. يا سلام عليك. وكل رسوماتك واعمالك الفنيه مشارك فيها. طيب عندك طموح يوم من الايام انك تكون يعني مشارك في مختلف المعارض اللي تقام على وينظمها الفنان التشكيليين؟ ايوه مشارك بالجمعية الفنون التشكيليه. ما شاء الله مشارك معهم. ايوه تقدم اعمالك لهم. وشاركت في المعارض اللي يسووها هناك؟ لا بعدني ما رحت. الان ما شاركت. جميل. ممتاز. طيب المهند عندك وقت معين تحب ترسم فيه؟ ايوه في الويكند، اوقات الاجازه. وقت الفراغ. وقت الفراغ احيانا اما تكون ملان اروح ارسم. جميل. طيب بالنسبه للسبراي اللي انت يعني تلون فيه ممكن او ترسم فيه، ما تواجه صعوبه مثلا في عمل الرسمات؟ اعتقد لو عملت حاجه خطا او غلط لازم انك انت تشيل الرسمه وترسم مره ثانيه، صحيح؟ لا عادي. مثلا اذا خططت في الخلفيه عن الفضاء أغطي الكوكب وأعيدها الخلفية كاملة. أيوة يعني عادل. عندك هذا التكنيك ها؟ أو أيوة. هذه التقنية الجميلة. طيب حلو. المهند لو جبنا جميع رسوماتك وصفيناها كذا خط واحد أكثر لون راح نشوفه في هذه الرسومات إيش هو؟ الأزرق والوردي. ليش؟ ألوان مفضلة. ألوانك المفضلة. وبعدين هو حاب أن يجسد عالم الفضاء في اللوحة. ممتاز. طيب سؤال آخر بنفس الطريقة، جبنا لوحاتك نفس السالفة، أول لوحة ترسمها مباشرة، أول شخص تروح له تقول له إيش رأيك بهذه اللوحة، من هو؟ أمي الوالدة. الله يحفظها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب المهند إن شاء الله في المستقبل فقط راح ترسم عالم الفضاء ولا ممكن ترسم المناظر الطبيعية وأيضا وجوه الأشخاص، أنك تطور من رسمك؟ إن شاء الله يعني أطور أرسم وجوه أشخاص، بس ما أقدر بالسبري. أي طبعا مش بالسبري، أكيد أنك لازم تستخدم قلم الرصاصة والألوان. أيوة. أما المناظر الطبيعة سهل بالسبري. أيه. لكن بعدني ما قررت. أي عشان كذا بغيت أسألك، يعني الحين تلف الفضاء تحديدا لو مثلا قلنا لك رسم طبيعة بتقدر ولا بعدك يحتاج لك نوع من التدريب؟ شوية تدريب بعدين خطوة بخطوة. ممتاز. كم لوحة تقريبا الآن رسمت؟ فوق 20 كذا. وأقرب وحدة إلى قلبك إيش هي؟ وحدة كبيرة مال الصالون. مال الصالون اللي رسمتها. أيه. وكان إيش فيها بالضبط؟ هي كواكب نفسهن. كلها كواكب مجموعة شمسية كامل ولا؟ لا ما نعم مش بعثرات. اها. هي وكاتب اسم الصالون مالها. جميل. الله عليك. يعطيك العافية. يعطيك العافية يا المهند. شكرا لك المهند بن عمر الريامي موهوب في الرسم. شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. موفق إن شاء الله، وإن شاء الله يوم من الأيام نشوفك عندك معرض شخصي لك أنت بنفسك، وأنك تعرض أيضا في كل أعمالك. وشكرا على استضافتي في هذا البرنامج قهوة الصباح. واجب. وحاب أعرفكم أني أسوي يعني بيزنس عندي. جميل. أيوة. خلاص يعني اللي يريد يشتري يتواصل معه. يا سلام عليك. على حسابك في الانستغرام. لكل من عنده طلب ممكنه يتواصل مع اخونا المهند ويعمل له الرسمه اللي يريدها فيما يرتبط بالفضاء، خاصه للناس اللي يحبوا ويستهوا اساسا هذا المجال. اعتقد اذا المدرسه واقفين معاك ويشجعوك ويحفزوك، صح؟ بس الاستاذ مال الفنيه هو مهتم اكثر. ما شاء الله. شو اسم مدرستكم؟ مدرسة الشيخ أحمد عبد الله الكندي. نعم لهم جميعا كل التحية والتقدير. شكرا. إذا للمهند مشاهدينا الكرام، وإحنا أيضا بدورنا نواصل معكم المشوار في برنامج قهوة الصباح، نطوف بكم ونصول الآن إلى فاصل، وبعده مباشرة ننتقل إلى زميلتنا كوثر البسعيدية والفقرة القانونية، فخلكم معنا. يا من ملأت بيوتها.
صباحا
قلبي أبد غيرك سكن. أعترف لك حبك بيوفي ساكن ما له ثمن. أعترف لك ما حد على قلبي أبد غيرك سكن. أعترف لك حبك بيوفي ساكن ما له ثمن. وغير حبك ما حيد أنت بحياتي شي أكيد. وغير حبك ما حيد أنت بحياتي شي أكيد. يا غالية يا غالية يا غالية يا أغلى وطن. يا غالية يا غالية يا غالية يا أغلى وطن يا أغلى وطن. صباحات الخير والمحبة والسلام أعزائنا المشاهدين، نلتقيكم مجدداً في فقرتنا القانونية من برنامجكم قهوة الصباح. طبعاً مثل ما عودناكم في فقرتنا دائماً نحاول أن نسلط الضوء على مواضيع قانونية في شتى مجالات الحياة. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، راح نتكلم عن الأمن المالي وعن غسل الأموال وما هي الجرائم المتعلقة بغسل الأموال. راح يكون معنا ضيفنا في الاستوديو النقيب عيسى بن علي البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالمركز الوطني للمعلومات المالية. صبحك الله بالخير نقيب عيسى. صباح النور أستاذة. بداية نقيب عيسى، أعتقد أنه على هامش الندوة التي قمت بها حقيقة في المركز الوطني للمعلومات المالية والتي تناولت العديد من المواضيع المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المتعلقة بغسل الأموال، بداية دعنا نعرف ماذا نقصد بغسل الأموال. صباح الخير المشاهدين الكرام. بداية حاليا المركز الوطني للمعلومات المالية يرعى منتدى التوعية الخامس. نعم. هذا السنة من 31 مارس إلى 2 أبريل. منتدى التوعية يهدف إلى التنسيق وتنسيق الجهود وتضافرها بين كل الجهات المعنية بمنظومة المكافحة، سواء الأمنية أو القضائية أو المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية، وكذلك الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح. جميل. هذا ينطلق طبعا إيمانا بأن تضافر هذه الجهود يؤدي إلى مكافحة هذه الآفة اللي هي صحيح. غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا نستطيع القول بأن هي آفة حقيقية، هي ظاهرة في مجتمعنا، أم هو مجرد يعني هذا المنتدى والقوانين هي مجرد احترازية لتفادي يعني وجود غسل الأموال معنا في المجتمع؟ والله يعني دعنا نتكلم بشفافية. نعم أكبر إن شاء الله. بالنسبة لجريمة غسل الأموال، طبعا هذه جريمة عالمية، يعني كل الدول يعني تعاني منها بنسب مختلفة. نعم. ومن الجرائم العابرة للحدود، ويتطلب تضافر كل الجهود سواء الإقليمية والدولية لمكافحتها. وطبعا ما ننسى أن سلطنة عمان من ضمن المنظومة الدولية. صحيح. فلذلك يعني ممكن هذه الجريمة تقع في دولة أخرى في شيء من القارات، لكن آثارها المالية مثلاً ممكن تصل للسلطنة. نعم. وكذلك العكس، يعني إذا نتيجتها ممكن أن تكون بالضبط اللي هو المتحصلات المالية من هذه الجرائم الخطيرة، يعني مثل نعم. جرائم المخدرات، القرصنة، الفساد، والتهرب الضريبي كذلك. نعم. طيب من هي اللجنة المعنية بالمكافحة؟ أنتم في المركز، هل المركز فقط تقوم بمكافحة غسل الأموال بعد ما يقع، أم أن هناك لكم دور قبل ما تقع هذه الجريمة؟ بالنسبة لجريمة غسل الأموال، هي
لاحقة لجريمة أصلية. يعني جريمة غسل الأموال ما تقع وما تتكون إلا بعد وقوع الجريمة الأصلية. على سبيل المثال مثل المتاجرة الغير مشروعة بالمخدرات، الناتج منها المالي أو المتحصلات المالية منها هي اللي تمثل جريمة غسل الأموال. جميل. وهي اللي تستدعي المكافحة. نعم. فعلى سبيل المثال مثلا المركز الوطني معني بتلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة من المؤسسات سواء المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو الهيئات غير الهادفة للربح. نعم. طيب أنتوا في المركز، يعني أعتقد أنه غسل الأموال أيضا مرتبط بالبنك المركزي وجهات أخرى رقابية أيضا تقوم بالمراقبة لكل مال الذي يدخل في السلطنة أو أيضا المال المحصل في السلطنة. أنتم كمركز للمعلومات المالية أو لما يخص كل القطاع المالي، ما هو مدى ارتباطكم بهذه مثل البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى؟ نعم، الجهات الرقابية طبعا شريك مهم ورئيسي للمركز الوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجهات الرقابية يعني كل يعني مثل البنك المركزي على سبيل المثال معني بالجهات التابعة أو اللي هي خاضعة لإشرافه مثل البنوك ومحلات الصرافة وإلى آخره. وكذلك على سبيل المثال عندنا وزارة مثلا العدل ووزارة التجارة، هذه من الجهات الرقابية وهي معنية بالجهات المختصة اللي تندرج وتنضوي تحتها. يعني مثل وزارة العدل فهي معنية عن كتاب العدل. نعم. طيب النقيب عيسى، بالنسبة للفعل الإرهابي أعتقد أيضا أنتم لكم دور في ذلك، في الجرائم والإرهاب وغيرها المتعلقة بالجانب المالي، كيف ممكن أن تكافحوا أنتم كمركز هذه الأعمال التي تكون يعني هي أعمال استثنائية حقيقة وهي جرائم استثنائية على المجتمع؟ نعم أستاذة، هي بس تصحيح لو تكرمتي. إحنا ما نكافح الفعل الإرهابي. تمويل الفعل الإرهابي. التمويل. نعم التمويل. طيب فقط. ما المقصود بتمويل الفعل الإرهابي؟ طبعا دائما العمل الإرهابي يغذى بالمال. نعم. يعني ما ممكن يقع العمل الإرهابي إلا بأدوات ومعدات، وهذه الأدوات والمعدات تحتاج إلى دعم مادي. صحيح. فالهدف من المكافحة هو تنظيم هذه المصادر اللي ممكن تمول الأعمال الإرهابية. فالعمل الإرهابي ممكن يمول حتى بأبسط المبالغ، حتى ممكن يعني العمل الإرهابي حتى بزجاجة الملتوف اللي هو الزجاجة اللي فيها مثلا البنزين، هي ما تكلف حتى أعتقد 200 بيسة يعني. نعم. فممكن يعني تشكل عمل إرهابي. المركز الوطني يكافح أو يحاول تنظيم هذه المصادر، مصادر تمويل الإرهاب. نعم. اللي هي المصادر وليس العمل الإرهابي. بالضبط. يعني إذا أنت قطعت المصادر ونظبتها وقتلتها بالتالي تؤثر على العمل الإرهابي وتؤثر على عمل المنظمات الإرهابية. نعم. لأن بدون تمويل صحيح. يعني بيكون عملها شوي فيه صعوبة يعني، أو أنها ممكن أنها تقوم بهذه الأعمال. فأنت تقطع المصدر يعني أنت كمركز الوطني. طيب أستاذ، دعنا نتحدث عن الجزاءات. يعني أنتم كجهة رقابية، جهة ممكن تقبضوا على المجرم وتسلموه للسلطة مثلا القضائية، ما هي الإجراءات يعني التي أنتم مثلا تشتبهوا بشخص ما أو مبالغ كبيرة حولت في حساب هذا الشخص؟ أنتم الحين في المركز الوطني كجهة رقابية، ما هي رسالتكم للمجتمع؟ ما هي رسالتكم؟ قد يكون بعض الأشخاص يقعوا في هذا الفعل عن جهل أو عدم دراية، فبحكم طبعا أنتم في الميدان وتروا هذه الجرائم، ما هي الرسالة الموجهة للمجتمع؟ بالنسبة لعمل المركز الوطني، هو يتلقى بلاغات فقط من المؤسسات أو الجهات اللي تم تحديدها والنص عليها بموجب القانون. نعم. فقط. ودور المركز هو تلقي البلاغ من هذه المؤسسات أو الجهات، ومن ثم تحليل هذا البلاغ، وإذا رأى أن في مؤشرات ممكن هذه المؤشرات ترقى إلى إحالته إلى إحدى الجهات سواء جهات التحقيق أو الادعاء العام، فالمركز عنده الصلاحية للإحالة لإحدى هذه الجهتين لإجراء التحقيقات الداعمة والتحقيقات مثلا المالية الموازية للجرم الأصلي. نعم. لكن كمركز ما نقوم بالتحقيق مثلا، ما نقوم بالتحقيق ولا بالاستدعاء ولا بإلقاء القبض، فقط دورنا هو تلقي البلاغ عن هذه المعاملة المالية المشبوهة، وبالتالي تحليل هذه المعاملة. فإذا ظهرت بالفعل أن في مؤشرات جدية على وقوع جرم أصلي نحيل إلى أحد الجهات المختصة بموجب القانون. هذا هو دور المركز الوطني. نعم. اللي هو رصد المعاملات
المشبوهة. إذن وهي حالتها إلى الجهات المختصة يعني استكمال بقية الإجراءات سواء التحقيقية أو من ثم لحال القضاء. نعم، إذن أنتم تكملوا يعني عمل بعض بالضبط مع الجهات القضائية الأخرى كالإدعاء العام والمحاكم وغيرها. نعم، هي عبارة مثل السلسلة يعني من نعم. يعني من بداية البلاغ من المؤسسة المعنية مرورا بالمركز الوطني إلى سلطات إنفاذ القانون ومن ثم القضاء، يعني الجميع شركاء في هذه العملية. نعم، الجميع شركاء، ومثل ما تعرف يعني نقيب عيسى عمان أمانة حقيقة. الحمد لله. وجميع المواطنين شرطة في النهاية. نعم. نعم. طيب النقيب عيسى، دعنا نتحدث قليلا عن المنتدى الذي أعتقد اليوم الأخير في المنتدى. هذا المنتدى هل يعني أنتم تستعرضوا فيه أوراق عمل، أم هي توعية بما يخص التحويلات المالية، أم هو يعني لاستعراض ما قام به المركز من إنجازات؟ نعم، المنتدى متكون من حلقات نقاش وورش عمل لطبع المشاركين، معنا ما يقارب 180 مشارك، ومعانا عندنا ثلاثة من الخبراء الدوليين. نعم. من سواء من الدول العربية أو من الدول الصديقة الأوروبية الصديقة موجودين معانا، وذلك لتبادل الخبرات. فبداية اللقاء يعني أشرت أن هذه الجريمة ذات طابع دولي وحتى عابر للقارة. بالضبط، ومكافحتها تستدعي تضافر كل الجهود يعني الإقليمية والعالمية. نعم. يعني لو يعني أنا ممكن أمثلها مثل السلسلة، يعني المكافحة مثل السلسلة، فإذا كانت حلقة ضعيفة في منطقة معينة في شيء من الدول إذن راح تضعف، لذلك يعني تضافر كل الجهود من أجل مكافحة هذا النوع يعني من الجرائم. فتبادل الخبرات بين الدول عن طريق المنتديات والاجتماعات والورش يساعد في توحيد المفاهيم وتوحيد الإجراءات، ويعني ويساعد بالتالي على المكافحة. نعم. النقيب عيسى بن علي البلوشي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالمركز الوطني للمعلومات المالية، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لك. شكرا أستاذة، شاكر لكم الاستضافة، وأتمنى أن الله يديم يعني الأمن والأمان على السلطنة وعلى المواطنين والمقيمين في هذا الأرض. شكرا لك نقيب عيسى. أعزائنا المشاهدين، مثل ما نقول دائما، عماننا أمانة وجميعنا شرطة في النهاية. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقيكم في فقرة قانونية وموضوع قانوني آخر، والآن ننتقل للزملاء سيف وحورة لتكملة ما تبقى من البرنامج. يضج العالم بمليارات المنازل، ولكل منها شكله وتصميمه الخاص، وتتنوع أفكار البناء من منزل لآخر، إذ لكل منها طابعه العمراني الخاص، فمنها التقليدي ومنها الحديث ومنها المحافظ على الاثنين. ستذهل من حرفية التصميم الذي يفضله الجيل الحالي، لا سيما ونحن ندمن على اقتناء أفضل وأجمل الأشياء، ولتكون لنا عنوانا دائما يلفت الأنظار. وهنا سنقدم أكثر المنازل غرابة في تصاميمها. المنزل الحذاء. يقع هذا المنزل في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويملكه رجل أعمال يدعى مارون جيمس، ويعود سبب بناء المنزل كشكل حذاء إلى شغف صاحبه بالأحذية، وهو معروف بتجارته في الأحذية، وتم استكمال البناء والعيش في هذا المنزل عام 1949، وبعد وفاته تحول المنزل إلى متجر لبيع المثلجات. منزل سنو وايت. تم تشييد هذا المنزل في ثمانينيات القرن الماضي في واشنطن، وتعود فكرة بناء هذا المنزل تجسيداً لرسوم المتحركة سنو وايت والأقزام السبعة، ويبدو تصميم هذا المنزل تلبية للطلب المتزايد من معجبي هذه الرسوم الكرتونية، ولكي يعيشوا الواقع وكأنهم فرد من أفراد هذه العائلة الكرتونية. المنزل المجنون. يقع هذا المنزل في فيتنام، وقد صمم ليكون حجية غريبة مخيفة ومغامرة في نفس الوقت،
إذ تتكاثف الأشجار الصغيرة وخيوط العنكبوت حول هذا المنزل، وكأنك في كهف لا تستطيع أن تغادره. ويتكون المنزل من 9 غرف يقطنها الأجانب بشكل ملحوظ. منزل قابل للطي. يقع هذا المنزل في بريطانيا، وتصنعه شركة متخصصة في العمران، ولعل شكله المستطيل يبدو لغزاً يجب تفكيك شفرته. ويستغرق فتح المنزل وطيه 8 دقائق، ويبلغ سعره 130 ألف دولار. المنزل الغسالة. يقع هذا المنزل في المكسيك، وصمم على شكل غسالة ملابس، ويرجع تصميمه تقديراً لحضارة المايا القديمة، ويحتوي داخله على معرض للصور الفنية واللوحات التشكيلية الراقية، وعندما تدخله تستقبلك رائحة السائل الخاص بغسيل الملابس. منزل المكعبات. يقع هذا المنزل في روتردام بمملكة هولندا، وهو مجمع سكني ضخم يشبه المكعبات الرياضية، وهو بدرجة ميل 45. وتحول أحد هذه المنازل لمتحف دائم يزخرف بتحف ولقا فاخرة. معكم جديد مشاهدي الكرام، شكرا للزميلة كوثر البوسعيدية للفقرة القانونية، واحنا بدون ايضا وصلنا بكم الى ختام برنامجنا لهذا اليوم. اجازة سعيدة حقيقة نرجوها للجميع، اما برنامج قهوة الصباح فسيستمر ان شاء الله تعالى ويتواصل بكرة الاربعاء وبعد بكرة الخميس ان شاء الله تعالى، واكيد نسعد بمشاركتكم لحظات اجازتكم الشائقة والما تعدمتم بخير، ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو دور المجد والعزة في أمان الله. إذن مشاهدينا استمتعوا بكل اللحظات الجميلة والمتعة إن شاء الله بهذه الإجازة اللي راح تقضوها مع الأهل والأصدقاء، ونتمنى لكم أيضا اليوم نهار سعيد ومتع بإذن الله. نشوفكم بكرة في قهوة الصباح، مع السلامة. عظيمة هي ملاذ السلم والحكمة.